دلوقتي عقده جديد ممتد لسه لسه في اوله. انا فاهم يعني بقى. تعتقد ان لو استمر الوضع على ما هو عليه ليفربوليا انجاز التعبير صحيح. فكرك محمد صلاح هيقرر انه يرحل ولا أكيد. ممكن يقول لك اكمل؟ لا هو يكمل في حاله واحده بس الموسم السنه دي طبعا يعتبر منتهي. في حاله السنه الجايه هيبقى شكلنا ايه الدنيا فيها؟ هل في تغييرات؟ هو لو استنى للسنه الجايه بالشكل ده هو كمان اسهمه هتنزل. مش يستنى، لا هيشوفوا رؤيه الموسم اللي جاي يعني بتبقى ايه مع ضوء الموسم الحالي يعني. مع اقتراب الموسم يعني مثلا ايه هنقول هو ده غالبا اللي هيحصل، هيخسروا مثلا من ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا فهيخرجوا. فمع الموسم بقى يبتدي يبقى في رؤيه لاداره النادي للسنه الجايه، ان مثلا خلاص رحيل يورجن كلوب بقى اصبحت وشيكه، في مدرب جديد مثلا يعني ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل. ما بيتكلموش طبعا على ده دلوقتي، لكن اذا استمر الحال السيء ده هيبقى الكلام ده موجود، هتتغير الاداره الفنيه، هيكون في بعض التعاقدات، هيتم رصد بعض اللعيبه، هيستغنوا عن اللعيبه، فيبقى ملامحها باينه. لو كانت الملامح دي موجوده على ضوءها محمد صلاح هيقرر في يتعاقدوا مع المدرب الفلاني، ممكن يجيبوا لعيبه كذا كذا كذا، الحال ده ممكن يمشي. لكن لو ما كانش ده موجود خلاص رحيل محمد صلاح يعني لازم يكون حتمي بصراحه، يعني لان ما ينفعش يستمر بالشكل ده. يورجن كلوب يعني كان لفترات طويلة جدا هو كمان بيتغنى بمحمد صلاح، فضل شوية يكتب فيه شعر بالألماني طبعا. لكن في ناس خدت تصريحات يورجن كلوب في الفترة الأخيرة وكأنها شبه انقلاب على محمد صلاح، وفي ناس تانية شافتها كشماعة بيعلق عليها اخفاقاته هو الشخصيه. هي شماعه اقرب لشماعه طبعا، لان هو صعب ان احنا نتهم محمد صلاح في اللي بيحصل ده كله، لان هو مش محمد صلاح اللي مستواه نازل، لا هي الفرقه كلها مستواها نازل. يمكن مثلا فيرمينو مش من السنه دي، فيرمينو من السنه اللي فاتت اللي هي عشان اتكلمت عليه اكتر، لان هو المثلث اللي كان موجود بتاع صلاح فيرمينو وساديو ماني لما رحل منهم احد الاضلاع المفروض ان عندك اثنين، لا كمان التالي مش موجود اللي هو فيرمينو، عشان كده يمكن اتكلمت على فيرمينو. لكن هو بشكل عام الفرقه كلها هبطه هبوط رهيب جدا، حتى نونيز اللي هو الناس بيتكلمت بقى ان هو هيبقى يشيل الفرقه في الفتره اللي جايه ولاعب هيعوض غياب ساديو، لكن بقى اهداره للفرص بقى مسخره بكل امانه، يعني اللفظ يستحقه تماما. يمكن حتى كنا قلت الحركه قبل كده ان هو كان عاملين له فيديو سوري كاريكاتير موجود في السوشيال ميديا الانجليزيه، ان هو واحد محكوم عليه بالاعدام رامي من برصاص، بيقولوا له طلباتك قبل ما تموت، قال لهم انه نزل يضرب عليا الرصاص انه مش هتيجي فيه طبعا، في اشاره طبعا. الناس يعني جامده دي، جامده جدا. قال له حلمك ايه قبل ما اخر حلمه يعني اخر امنيتك ايه؟ لكش امنيه. قال له هيبقى خلاص على انه نزل يضرب عليا النار، ما هم خلاص انه نزل. هو عادي اللي بيحصل معاه الفتره الاخيره دي يعني في حاجه مش مظبوطه، غريبه ما اعرفش يعني، مش فاهم هو محتاج يكشف نظر ولا محتاج يعني يظبط زوايا يعني العطل فين يا سبحان الله. تخيل لو حركه استاذ كريم، لو كانوا نيس سجل الاهداف دي كلها اللي اهدرها لو سجلها، لا ليفربول لا كان خرج من كاس الاتحاد ولا كاس الرابطه طبعا، ولا كان هيبقى ترتيبه التاسع، وكان هيبقى ولا كان يبقى الترتيب التاسع على الاقل المربع الذهبي طبعًا. فهو الانهيار بتاع ليفربول جاء قاسم للظهر يعني مره واحده نزل. كشماعه بقى مش كان باب اولى ان يورجن كلوب يعلق الاخفاقات دي على اللي هي باينه قوي عند نونيز، فمش محتاج يرمي الشماعه، لكن هي عند صلاح هو بيتكلم. طبعا ده برضو من قيمه صلاح، ان هو السنه اللي فاتت صلاح شايل الفرقه يعني صلاح احد اسباب ان الفريق يبقى موجود السنه اللي فاتت في مربع موجود السنه دي في الدوري الابطال. بس التصريحات دي برضو ممكن توجد حساسيه غير مسبوقه ما بين محمد صلاح وبين يورجن كلوب. الناس كانت حابه حب يورجن كلوب لمحمد صلاح اصلا. ما انا عارف، ما هو اصل ده نجم الفريق محمد صلاح، وده مدرب الفريق برضه هو نجم برضه يورجن كلوب طبعًا. فعشان كده يعني ايه الاتهامات راح لهم هم في الاول اللي هم رقم واحد، ما الفرقه كلها واقعه، بس دايما الكلام على دول. يمكن الكلام كان برضه موجود على نونيز اكتر، لان نونيز طبعا انت جايب مهاجم وواعد وصاعد مضيع لك الدنيا كلها. لكن يمكن عشان بس قيمه محمد صلاح كنجم الفريق، وهو طبعا النجم الاوحد دلوقتي للفريق محمد صلاح، حتى اذا كان ساديو ماني كان موجود بياخدوا يده مع بعض، لكن دلوقتي هو بقى لوحده، فعشان كده يمكن الحساسيه دي موجوده. اعتقد صلاح على ضوء اللي قلت الحركه عليه في نهايه الموسم، لما الموسم يقترب هتبان الرؤيه في السنه الجايه، هل يورجن كلوب مكمل وفي تغييرات ولا الدنيا كلها تتغير؟ هل يورجن كلوب مكمل وهل صلاح مكمل كمان؟ احنا دلوقتي مترقبين اللي يهمنا طبعا محمد صلاح ان هو هيشوف هيعمل ايه السنه الجايه على ضوء نهايه الموسم ده، لان طبعا ممكن ولما لا ليفربول يعني ينتفض في دور الابطال. على فكره عملها قبل كده كتير، يمكن خد دور ابطال 2005 وكان مشارك في دوري ابطال 2007 وكان في الدوري ما بياخدش حاجه يعني هو الدوري من 91 لحد 2019 لما خد الدوري 30 سنه ما خدش، بس كان بيشارك في دوري ابطال افريقيا وبيصل للنهائي. فممكن يعمل ده، فتكون دي النواه اللي يبتدي يبني عليها تاني
ليفربول، ولو انه برضه بصراحه صعب جدا، لان هتقول لي مثلا ريال مدريد حتى اذا كان مستواه متذبذب، بس يبقى ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا يختلف تماما عن اي ريال مدريد في اي حته، لكن في دوري ابطال اوروبا دي البطوله بتاعته. فعشان كده الموسم دي المباراه دي هيتوقف عليها مصير ليفربول ومصير يورجن كلوب ومصير صلاح وليفربول عامه في السنه الجايه.